اليوم الحلقة 17 من صف حكي مع فادي هاي الخطيب يلي هي جويند. هاي كيفك؟ تمام انت؟ جود الحمد لله. تمام اولز جود. اوكي، حتى اول شيء ننطر شي دقيقة بس حتى يفوتوا الناس. انا كتير مقرب على الكاميرا، لازم بعيد. anyway رولز كتير سهلين، ما في شيء. حاسألك 25 سؤال، اوكي فيك تستعمل باس واحدة، بتمنى ما alright. تستعملها. إذا استعملتها بيكون آخر سؤال محرج، اوكي وآخر 5 minutes بناخذ أسئلة من الناس اللي عم يتابعونا. سو بليز، لكل حدا حاب يسأل سؤال لفادي يفوت ويحطه بالكومنت بوكس. ما تكتبوهم، حطوهم بالكومنت بوكس تقدر أعمل لهم شير. ديل؟ ديل. ديل. اوكي، اول شيء ثانك يو انه قبلت تكون معي. بلاجر. ام ا بيج فان، وان شاء الله حبيبي. بنعمل حلقه حلوه. ان شاء الله. اوكي، ان شاء الله. فادي 25 سنه لعب، انجازات، نتائج. اذا بديك، لا صعب، اذا بديك تختصرهم بلحظه واحده اليوم، انت بس تتذكر كل هالكارير اللي عملتها وراك، شو هيك اللحظه اللي بتحسها احلى لحظه كانت بكل هالمسيره؟ انه كنت اقدر اكون قائد منتخب لبنان باهم بطوله بالعالم اللي هي بطوله العالم. اوكي، سو هي تمثيلك. تمثيلي اكيد لمنتخب لبنان ككابتن منتخب لبنان لاكيد عده سنين. عم تحكي فوق 16 سنه ككابتن منتخب لبنان، 18 سنه. فهيدي يمكن كانت احلى شيء عملته بكل كاريرتي. دفنتلي بيجي من بعد الانجاز اللي عملناه لمنتخب لبنان، بس هو كونك تكون انت قائد منتخب لبنان بثلاث بطولات العالم اللي طلعت فيهم لبطولة العالم، هو هذا احلى انجاز. اوكي، اكثر سؤال سأل، انا امبارح حطيت لما اعلنت انه انت ضيفي صار يسالني هذا السؤال كثير، سو بدي اسالك. قرار اعتزالك نهائي. شو وضعه؟ نهائي نهائي، خلاص نهائي. ليك هي جاي من كذا نقطة. نقطة أول شيء الوضع اللي عم بيمرق فيه البلد، فاللي هو الأهم هلأ نشوف نحن كيف بدنا نقوم بلبنان كلنا سوا، كيف بدنا نكون سبورتيف لهذا البلد قبل ما نبلش نفكر إذا رح نكون عم نلعب باسكتبول أو لا. تاني أكيد تاني خطوة هي كرة السلة، بس رغم كل الظروف عم نمرق فيها رح تكون شوي إذا بدك بداية صعبة لو كرة السلة سنة الجاي واللي بعدها رح نشتغل لنرجع ننهض بالباسكتبول بسبور بلبنان، مش بس على لأنه فادي صار ريليتد إذا بدك كسبور أكتر. صح. وبنفس الوقت بشغلي بلبنان وبرا لبنان صار عندي يعني بين هون ودبي والخليج فتحت شغلي، رح يكون عندي صعوبة كتير أقدر أكون كوميتد مع الفريق اللي عم بلعب فيه. بس إنه بالنهاية أنا بقول ما في شيء نقدر نحسمه إلا لنشوف على أرض الواقع شو بده يصير بعد معنا بحياتنا، فمش عارفين. بس هو أكيد قرار اعتزال نهائي. اوكي، هلا راح اعطيك سيتياسيون انا موجوده. لو ما في كورونا ولو ما في هالوضع الاقتصادي بلبنان، انت بترجع عن اعتزالك اذا مثلا اذا تغيرت طريقه التعامل بالاتحاد؟ شو اللي بيخليك ترجع اذا ما في، اذا هوليك ليك هي الكونديشن على جنب؟ ما هو الاعتزال اجى من بعد من قبل كورونا، اجى من بعد توقيف البطوله وبعد صح، لما توقفت البطوله لفتره طويله. فهو اتس نوت ريليتد لكورونا، اتس ريليتد للوضع اللي صار بالبلد الاقتصادي وكيف والوضع البلد. مش اقتصادي، كيف توقف فيها البطوله كانت شوي اذا بدك قاسي على اللعيب اللبناني. فبعتقد انا كان قرار بمحله. بالنهايه ما في واحد يترك شيء صاروا 25 سنة معه وهو دمه إذا بدك ليل نهار. بنفس الوقت هو كان السكسس تبعي بكل حياتي. بنفس الوقت إنه أنا السنة كنت عم بقدم أحلى من أحلى سيزونز كنت عم بلعبها، وكنت ليدنج بكل البطولة عن حتى مع الأجانب. فالبرفورمنس الحمد لله بعدها أنا كتير ما محافظ هو على حالي. لهيك الناس عم بيقولوا انه انت عمرك 40، بعد البرفورمانس تبعك كثير منيح، حققت ارقام الحمد كثير لله. عاليه. اسماعيل احمد عمره 42 بعده عم يلعب، انه بعدك قادر. ليش؟ انه مثل اكزاكتلي. كانه قرار مشحف بحقك وبحق ليك الباسكت. هو اللي نرجع نقول لانه توقفت البطوله، توقف البطوله كان هو سبب كثير سبب رئيسي اساسي. بهذا الموضوع. وبلس فتحت شغلي برا، صار في يعني رح يصير في كونفليكت بين الاثنين. هلا بدنا ننطر قد ما فينا نساعد السبور
والرياضة بلبنان السنة الجاية لنرجع ننهض الرياضة بالإجمال. فهذا هو التارجت الأساسي هلأ حاليا عندي. اوكي. اذا بدي ارجع لقرارات اتخذتها بحياتك من قبل، انت قايل كتير انه احد القرارات اللي ندمت عليها هي قصه الـ NBA. أي. اذا بدك تعطيني قرار تاني بمسيرتك الاحترافيه، اذا بيرجع الزمن فيك لورا ما كنت عملته، شو هو؟ كنت اخذت عروض اكثر اللي كانت عم تجيني باوروبا وما تخليت عنها. واحد من القرارات لما تركت 4 سنين كونترا كتير كبير بيوروب ورجعت فيه على لبنان، بعتقد كان شوي قاسي انه اخذ هيك ديسيجن، بس انه انا ما بندم، بس عم بقول لك انه اخذت هذا القرار كنت فيني ما اخذه هالقرار. اذا برجع بالايام لورا يمكن بكفي بمسيرتي باوروبا. اوكي فادي، مين احسن لاعب صانع العاب لعبت معه؟ ليك على فترة 25 سنة it's impossible لتذكر بس شخص بس واحد، شخص لأنه واحد. أنا عصرت إذا بدك كذا جنريشن. عصرت الجنريشن القديمة بولس بشارة ووليد دمياطي، عصرت الجنريشن اللي بعدها روني فهد وعلي محمود، وعصرت الجنريشن الجديدة اللي هي وائل عرقجي وعلي منصور وعلي مزهر. it's impossible لأجي أقول لك واحد تكون عم بضرب، لأنه كل جنريشن أو كل حقل فيها كنا ناس في مميزين فيز كان. كنا ايه في كنا، بس اذا هول سكرت لك يوني اذا بدك بكل فيز هن التوب تفضل. توب بلايرز. طب احسن سنتر لاعب سنتر لبناني لعبت معه؟ سنتر لبناني يعني هو صديق عزيز لإلي، يمكن قريب كثير لإلي، بالاوقات اللي انا بشوفه عنده كثير تالنت ما اخذ كثير حقه، نديم حاوي. بس انه عم بحكيك بيور لبناني، علي حيدر دفنتلي هلا بالجنريشن الجديده، روي سماحه. يعني برجع بقول لك انه في ديفرنت فيزز. علي فخر الدين بالجيمات اللي كانوا عم بيحطوها هذيك المره تاهلنا لبطوله العالم بال2005 كان واحد من ابرز اللعيبه بالجيم تبع اللي هو التاهل لبطوله العالم. جو فوجل اكيد بس منه لبناني أكيد كان صح، مجمع. اي أجنبي. لعبت بكتير فرق، تنقلت بعدد من الفرق. بدنا نروح نيجاتيف شوي. آه. شو بنظرك مين أسوأ فريق لعبت بصفوفه؟ مش أسوأ منظم يعني، مش ضروري أسوأ بمعنى إنه تكون هالقد الكلمة مأزية، يعني ما بتحسه منظم كتير أو إنه ليك كل الفرق اللي ضمت فادي لها كان التارجت تبع تربح بطولة لبنان. سو صح. وانس اخذوا هيدا الستاب رح يكونوا تأكد انه عم بيكونوا عم بيشتغلوا لتربح بطولة لبنان. ما في فريق رح يكون ما عم بيشتغل مزبوط ويكون عم التارجت تبعه يربح بطولة لبنان. دفنتلي في ليفلز بمسيرة الأندية اللي لعبت معها، يعني لعبت مع البلو ستارز، لعبت مع عمشيت، لعبت مع الهومنتمن إذا بدك فترة قصيرة، بس الفترة الطويلة لعبتها مع الحكمة والشونفيل، صح وأكيد لعبت مع النادي الرياضي. بس إنه عم تحكي بلو ستارز كانت فترة كثير قصيرة، عمشيت كانت سنة، فلا يقارن إذا بدك مع هوليك الفترات الكبار اللي كان عندهم ستابيليتي بالشو اسمه بالليج. الستابيليتي هي أهم شيء، مش المهم تجي 1 يير 2 يير وتترك، المهم تضلك أنت هون، بتعرف أنت قد إيه أنت عم بتحافظ على فرقك. يعني شونفيل الحكمة وهومنتمن والرياضي إذا بدك من أكثر فرق اللي بعدهم ستيبل اوكي، لتاريخ هو اللي. قلت لي اسامي اربعه، بدي تشيل اثنين، اعطيني اثنين افضل اثنين بالنسبه لك. شونفيل الحكمة شانفي مش الحكمه، انتبه هولي اكثر اثنين لعبت معهم، يعني اكثر اثنين، واكيد بحترم وبقدر الرياضي كثير، نادي رياضي عريق يمكن من اكثر الانديه اللي احرزوا القاب اذا مش اكثر نادي. بس انه انا كفادي اكثر ناديين لعبين معهم هن حكمة اول شيء، بيرجع بيجي شونفيل. طب اذا بدك من كل هول اللي لعبت معهم فادي تختار، يعني ما فيك تلعب الا مع فريق واحد كل مسيرتك، مين كنت تختار؟ اذا بدك بالبدايه حكمة، ما كنت بحب غير، لو ما ترك انطوان شويري ما بحياتي كنت غيرت النادي. اوكي واذا بدك بالاخر اكيد شونفيل، بس انه اذا عم تحكي كارير فادي من وقت ما بلشت اكيد حكمة ما كنت اوكي غيرت.
ما كنت غيرت. رح اقطش بس ثاني عن الباسكت. امبارح كان معي نظيم قطيش، قلت له يسألك سؤال. فسألك قال كيف بيقدر يطول؟ هو عم بجرب يطول بعده لهالعمر وما عم يقدر. بدي بقى لا يعني كثير صعب، ما حقدر افيده لنديم. ما حدا قدر تفيده ابدا. بس انه كثير اللي بيقولوا لك انه واحد بيقدر يعمل شيء ليطول، لا بس ستريتشنج سباحه كثير بتعمل ستريتش للجسم، بتريح المسلز وبنفس الوقت تخلي الواحد يكون عنده مش طول اكثر، بس بتساعد انه الجسم يكون عنده هالليونه. ليوني 100%. اكزاكتلي. فادي صار معك ارتجاج بالدماغ من كم سنة لما كنت مع الهومنتمن، مزبوط. هل هيدا اخطر شيء صار معك بالباسكت ولا في حادثة صارت معك كانت اخطر؟ هيدي مش بس اخطر شيء، هيدي اسوأ لحظة مرقت علي بتاريخي، واكثر لحظة بكيت فيها بحياتي، بكيت عن وجع، مش عن وجع الضربة، عن وجع خسارة البطولة. كنا مصدرين البطولة هومنت من كل سيزون، كزعل على كل شيء. على ايه، وكنا متقدمين 2-0 على النادي الرياضي بالفينال، وطالعين على جيم 3 على ارضنا، والترجيح كان نروح يا 4-0 يا 4-1. فريقنا كان كثير منيح، كنا عم نقدم موسم من احلى مواسم، كنا مصدرين على البطوله بفرق 5 6 جيمز عن الفريق الثاني. تعرضت لاصابتين بهذا الجيم، اول اصابه اول دقيقه ونص من الجيم، او اول دقيقه ونص او دقيقتين، هي الام سي ال باجري، وصارت جريد 2. هاي لحالها بدك شهر ونص تو ريكفر. ظهرت برا الملعب شالوني يعني، وقعد بالارض صرت ابكي، انا فكرت رايح الاي سي ال، رايح الرباط الصليبي. شالوني من الجيم. قلت له للحكيم بربط لي اياه باي طريقه، قال لي بدك فادي ما تكفي فيك، الجيم. قال لي ما فيك تلعب. قلت له ربطها لو شو ما كانت، بدي كفي الجيم، ما يعني there is no way I'm leaving، رح اترك الجيم الفينال. فقال لي فادي ما حتقدر تركض. قلت له ربطها، فبمعنى ربطها بالتيب يعني نص 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 جفصين اذا بدك. فنزلت كفيت الجيم، اخر دقيقه ونص تعرضت لضربه على راسي على راسك ورجعت من وكونكشن. بعد، من بعد الضربه انا ونزل على الارض، كمان نزل راسي كله على الارض. I was out of conscious، يعني انا كنت بالجيم. الحكيم غسان، دكتور غسان بالاي يو اتش، هو من اهم حكماء للراس، قال لي انت كفيت الدقيقه ونص بس انت منك بالجيم، كفيته بالحس، أدمنك ايه قد كفيته ما عندك بالحس إياها. تبعك، انتبه. وكفيت دقيقه ونص، طلعت برا الجيم، رجعت نزلت، ما بعرف شو صار من وقت الضربه لفقت بالمستشفى بالامرجنسي، ما عارفين انا شو صار بهيدي الفتره. عم بيرجع يعدوا لي الفيديو، حطيت 2 free throws كانوا ديسايسيف، ربحنا الجيم من وراهم. 2 free throws عم تحكي انت بجيم اخر 16 ثانيه، وبآخر آخر أخطر وقت وأكثر اخر شيء 16 ستريس. ثانيه كثير وقت وكثير ستريس، وانا عم بتفرج على حالي ما عم صدق. خلصنا الجيم، ربحنا الحمد لله، جبت الريباوند الاخير، راح غياس عم بيعمل انه طلعت البلاير اوف ذا جيم، عم بيعمل الانترفيو معي، سالني قال لي انه بيرفورمنس. قلت له بتعرف شو غياس، مثل ما عم خبرك، قلت له بتحس اليوم مثل كانه جيم فينال. طلع فيه غياس هيك انه بلش يحس انه ما هو فينال، انه عرفت عم ضيع انا، صح وقفت وقلبت بالارض وقلبت. وما بقى حسيت شيء الا لما فقت بالامرجنسي. هو عم بفق، هو الحكيم فقت عم بيقص لي الجيرزي لانه خلص بالامبلنس قمت عليهم لرجعوا اعطوني ابره، هجمت عليهم بالامبلنس وعلى الدكتور لانه فكرتهم عم بيخطفوني. ما انك واعي انت وين، ما ابدا بتعرف شيء. ففكرت عم بيخطفوني، دغري اعطوني ابره لاهدى، دغري حولوا، كنت رايح على رزق، حولوا دغري على الاي يو اتش لانه بتعرف انه بخاف يصير معك هارت اتاك ولا شيء من هالنوع. دغري رحنا على الاي يو اتش، هو عم بيقص لي طرقته عيده، قلت له عندي جيم بكره، كيف عم بتقص لي اياه؟ طلع فيها الحكيم هيك قال لي فادي خلصته. منيح منيح انت قدرت في اي جيم. شو صرت اطلع حوالي ليه العالم بلشت اوعى شوي وحس. اسوأ اذا بدك لحظه مرت بحياتي، واسوأ سيزون كنت حابب اربحها ولسوء الحظ ما قدرنا، يعني للأسف كنت غايب. ايه
يعني هذه اكثر ذكرى ان شاء الله مقتنع يعني ابدا. إن شاء الله. في فيليب عم يسالك، بتفكر تعمل دوكيومنتري عن حياتك مثل ما انعمل مع مايكل جوردن ب ذا لاست لاست دانس؟ دانس، انا من قبلها بلشنا تحضير على هذا الموضوع، لانه عندي ارشيف كتير كبير من وقت ما بلشت كاريري للتاريخ اليوم، عم نحكي من ايام المدارس ومن بعد المدارس لايام الحكمه وشو عملنا بالحكمه، ومن بعدها كله مسجل على سيديات على ديفيديات وموجودين عندي. عم نبلش نحضر لهذا الشيء، رح نعمل دوكيومنتري مرتب واكيد رح يكون عم بينزل. يس هاي خبرية حلوة. اه حسمي لك فادي 3 لاعبين، ايه واحد منهم بدك تحطه يصير كوتش، اوكي واحد انت بدك تمرنه، وواحد بدك اه تشحطه. اوكي اوكي، علي حيدر، وائل ايه عرقجي، كريم زيمون. يصير كوتش. ريال واحد منهم بدك تعمله كوتش، واحد بدك تمرنه، واحد بدك تفلله. حيدر مرنو، اوكي وائل كوتش علي، لانه اوكي اكيد اذا بيكون كوتش بياكلهم للعيبه. ف وكريم ما فيني اشحته لانه از فيري تالنتد، بس انه ما بعرف شو بعمل بكريم، اكيد بحطه كبلاير وكي بلاير معي بالفريق، بس انه وائل وعلي اوكي هو سائل السؤال بعرف، بس انه اضطريت كثير. اني اوكي. بتحس فادي، بتحس وائل عرقجي حينجم النجوميه اللي نجمها اليم شنتف؟ different، لا totally different، يعني ايه توتالي ديفرنت، بس انه بمعنى different positions. اوكي. Wael is very talented، واللي بأيامه كان is very talented، ف لا يقارنوا إذا بدك، you cannot compare. اللي عمل كتير للبنان، ووائل عم بيعمل كتير، ف إن شاء الله يقدروا إذا بدك يكونوا عم بيعملوا هالبوست الحلو، او اذا بدك هالموتيفيشن الحلو للشعب اللبناني، هذا هو اهم شيء. هذا اهم شيء. بدي اسالك، بدك تعطيني تشكيله، يعني بالنسبه لك شو افضل تشكيله بتاريخ الباسكت اللبناني؟ يعني انت ياي مع 4 لاعبين، اعطيني 4 لاعبين غيرك. واو جدا واو. بدي بدي حاعطيك احرجك. تشكيلتين، هعطيك اوكي تشكيلتين على تو بقبل. على على تو على تو هيدا اذا بدك القبل، روني فهد، اليم شنتاف، انا، ياسر الحاج، وعلى الفور اذا انا فيني اقول لك وليد دمياطي. اوكي هاي اول تشكيلة. تاني وحده وائل عرقجي، علي حيدر، وائل عرقجي، علي حيدر، جو عبد النور، فادي الخطيب، و باسل بوجي. اوكي رح ارضى بتشكيلتين مش تشكيله واحده. بدي فرجيك صورتين، ما بعرف بدي فرجيك اياهم على التليفون ان شاء الله يطلعوا واضحين. بدي تقول لي كل صوره شو بتعني لك. اوكي يا تاريخ واجمل ايام بحياتي مرقت علي، يعني لتاريخ اليوم هيدي الايام ما بتنعاد. اوكي ايه حبيبي الوس، يعني بعتقد الشعب اللبناني زعل اكثر من الشعب النيجيري على ما فعلا اظن. فعلا A talented person, a loved person، واحد شخص محب، very talented، مخيف التالنت اللي عنده اياه. كان مش كي كان اكثر من عمود فقري عندنا بالفريق بالحكمه، وكان سبب كبير من انه نحن نقدر نربح بطوله اسيا والبطولات اللي ربحنا. يعني ليك التشكيله، انا ودو ريسبكت لكل شيء في فرق لعبت معها واجوا، نو ون ويل كومبيت. اذا بدك ترجع تجيب فادي الخطيب بالكي، ليم شنتف بالكي، بولس بشاره بالكي، محمد اشا واسان داي، مع كل الفريق اللي كانوا، نو ون ويل كومبيت. من افضل الفرق يعني. ايه باي فار باي فار باي فار. فادي، اي لاعب NBA هو المفضل عندك مايكل جوردن. والفريق؟ شيكاغو بولز قديما، هلا ما في عندي كتير فريق
بحبه، ما كتير بتابع باسكت انا، كتير انتو سياسي وكتير انتو ادارة وشغلة وهيدا، كتير بظهر من الملعب من تمريني، ما بعرف شي عن باسكت بول ابدا. يعني بتصدق انه انا ما بحضر جيم باسكت بول؟ ما بحضر، يعني بنفصل كليا، بتمرن صبح بكير كتير جيم وفتنس تبع، وبعد الظهر تمرين الفريق. ديورنج هولي كتير بحب السياسة، بحب السبور، بحب اتفرغ لهيدي للإدارة ولشغلي وللأمور الاجتماعية اللي غير، ببعد بفصل كليا. اوكي سو معنى ما عم بتابع يعني مؤخرا؟ لا 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 لا، بتابع أكيد هايلايتس لا، بس ما مش انا عم كتير بتابع، الفريق. قصدي انه ايه لعبه كامله يعني. ديفنتلي فادي لعب باسكت، نعرف انه مده نشاطه بالملعب قصيره يعني يس اجمالا يعني، يس وخصوصي بلبنان قصه المصاري. كنت تنزعج لما كانوا يقولوا انه انت عم تنتقل من فريق لفريق ابدا كرمال الموضوع؟ ما كان ابدا. يزعجك الموضوع؟ ليك تعرف شو احلى شيء صار معنا هالوقت اللي نحن فيه هلا؟ This is a perfect example. هيدا احلى سبب او reason لتفرج العالم، يوضح لك ليه كنت عم ومش بتفكر بس هيك. قول ليوضح للعالم انه بلحظة you lose everything، واذا انت ما كنت مأمن ومأمن حياتك ومأمن حياة اولادك، ما حدا بيطلع فيك. اللي نحن بلبنان مين عم بيطلع بالشعب اللبناني؟ ما حدا، اللي حدا من الشركات عم بيطلع بموظفينه، كمان ما اللي حدا. حدا من المسؤولين عم بيطلع، القيمين عم بيطلع بالشعب اللبناني، ما حدا. انت بدك تشتغل لحالك وانت بدك تعمل حالك بحالك، الوفاء والولاء ديفنتلي هيدا ما حدا فيه غبر على هذا الموضوع، بس بنفس الوقت انت بدك تصنع حالك وحالك. اوعى تفكر انه لما بتوجه الازمه حدا بيوقف معك، كله بصير بيركض بفتش على حاله كيف بده يشيل حاله. نحن وقفت البطوله من تاريخ توقيف البطوله لهلا، ما في نادي تطلع بلعيب ابدا، ما في نادي قال له للعيب تعا هيدي معاش واحد بهالفتره 7 اشهر. خرب بيتهم يعني. تاكد تاكد انه اذا اللعيب ما كان طف وحارب وعمل. نحن عنا عيال، انا عندي 4 اولاد، عندي عائلة الحمد لله بشوف حالي فيها، بنينا مؤسسات، اشتغلنا بالبارت الاجتماعي والبارت اذا بدك كل الاصعدة. بعرف قد ايه المعاناة صعبة، وبعرف قد ايه الشخص بيعاني. نحن ما في حدا بيطلع فينا، لا اللعيب رح، ولا لعيب، لا كلعيبة، لا كموظفين، لا ك شعب، لك ما في حدا بيطلع فيك، انت بدك تركض لحالك لحالك. وهذا اتس بيرفكت اكزامبل للعالم تشوف انه قد ايه بيتخلوا عنك بثانية وقد ايه ببلشوا لازم يلاقوا الواحد ريزن. يطلع بحاله كان، ولازم عن ديفنتلي جد يكون عم يفتش على اكيد مصلحته بغض النظر اكيد. عن اللويالتي، انتبه هاي اللويالتي موجودة. ليك، انا لما كنت مع انطوان شويرو بالحكمة، وحياة من اعطاني 4 اولاد، فتت لعنده على تجديد الكونترا، عم بقول لك قعدت عنده بالمكتب، قال لي فادي شو بدنا نعمل؟ قلت له انت بتأمر. قال لي بدنا نمضي الكونترا. قلت له تكرم عينك، وين الورقه؟ قال لي ما عندي ورقه. قلت له اعطيني ورقه بيضة. اعطاني ورقه بيضة. انا كنت كي بلاير بالفريق، كنت وقتها اهم لعيب بالفريق. اعطاني الورقه، مضيت له على كعب الورقه امضائي بيطلع مع بياض التاريخ، اعطيته وفليت. هاي، هو ما حدا بيعملها هاي. اتصرف مثل ما بده، الولاء موجود والوفاء موجود، بس هو لما بتشوف انت كيف الانديه عم تتصرف معك وكيف العالم عم يتصرفوا معك وكيف عن جد الشخص او الموظف او واتيفر بشوف انه قد ايه هو عن جد هين واحد يستغنى عنه وما يتطلع فيه، صح، ببلش يقول للأسف انه انا لازم اشتغل لحالي، ما بدي خيي انا يكون عندي سبور من اي حدا، انا لازم اخذ هذا السبورت مني لحالي. فهيدي سبب كثير، وما بتزعجني ابدا لانه هلا كلهم عم بيعانوها. اللي هلا. واحد منهم، اللي واحد من الموظفين ما عم بيعانيها. لا للأسف معك حق، الكل والحمد لله بشكر رب العالمين انه انا يعني ربنا قدرني بكل المؤسسات اللي انا بنيتها لتاريخ اليوم، بكل فترة كورونا موظفين عم بيقبضوا هن الحمد وقاعدين لله. بالبيوت. وهاي بشوف حالي فيها لانه هاي بحس انا شو كان عم بيصير فيي وشو كيف بدي اعكس على اللي هن they support me وهن اساس نجاح شغلنا. ايه قدرت تصمد بفترة مش ثلاث ارباع، 99% من الشركات ما قدرت تصمد.
الحمد لله. فادي بتندم على اللي قلته بمنا وجر عن أبداً، الاتحاد لا 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 لا، أبداً مع إنه صار في أكيد definitely الإنذار حكي والمعلم. بس لا ما بندم، لأنه مش فادي الخطيب اللي بيتصرفوا معه بهالطريقة، ومش فادي الخطيب اللي بينبعت له هيدا الشيء على هو غيرته وحبه لبلده وغيرته وحبه لشو اسمه للعبة. أنا بحكي عن غيري، ما بحكي عن شخصي، بحكي عن غيري، وبحكي أنا ما بدي فوت بالبيرسونال شو كان عم بيصير مع فهد الخطيب من أطراف من الاتحاد، بس أنا عم بحكي بالإجمال. أنا هم الرياضة، أنا ما قلت لها لوزير شباب الرياضة ودقت لي وقد ايه كنت ممنونة إنه نتعاون سوا وساعد وزارة شباب الرياضة انهاض الرياضة بلبنان، وكيف نقدر نحن تو جينيريت ماني اوت اوف سبور من لبنان لنقدر ندعم منتخباتنا، ما نضلنا واقفين على السبونسرز. نحن كدولة لازم نكون نحن عم نجيب مصاري لنقدر صح ندعم منتخباتنا، مش بس من سبونسر شيب. في بروجرامات كثير ومحضرها واشتغلت عليها لسنين كثير طويله، بس اللي باكد لك اياه انه انا حرصا على الرياضه وحرصا على هيدي اللعبه اللي عملت هيستوريكال اتشيفمنت، ما تروح هيك ما تروح ضيعان. مش اكثر ولا اقل. لا اكيد لا، بدي كفي على قصة الوزارة. بتلاقي حالك انه عم يسألوك، بتلاقي حالك بيوم من الأيام ممكن تكون أنت مستلم وزارة الشباب والرياضة؟ اذا ما عندك في طموح فساد، اذا ما في اكيد طموح سياسي يعني؟ اما هو ليك، نحن عائلتنا عائله سياسيه ابدا عن جد، وانا كثير بحب السياسه، بحب السياسه النظيفه، بحب السياسه البناءه واللي بتقدر تفيد بلدك والاختصاصيه. اكيد كل الوزراء لازم يكونوا بيتعاطوا بالشان السياسي، بس بنفس الوقت يكونوا اختصاصيين وعم بيدير ادين فاليو لهيدي صح الوزارات. نحن بمحل اكيد طموح انه نقدر نخدم وزارة شباب والرياضة، وبمحل أكيد بس بيكون بعيد عن الفساد، يكون بعيد عن التبعية، يكون بعيد عن الأحزاب، يكون بعيد عن الطائفية، و و و رح يجي النهار ما بعرف. إذا أنا كنت بأكد لك إنه رح كون بمحل عم بعمل إضافة كتير كبيرة لموضوع الوزارة ولشباب والرياضة، لأنه رح يكون من الجنوب للشمال، من الشمال لجنوب، عم تنغل فيه الرياضة لغل، وعم نقدر نحن نستقطب قد ما فينا تالنتس ليقدروا يمثلوا هالبلد بأحسن تمثيل بالبطولات الآسيوية والعربية والعالمية إن شاء الله. ان شاء الله يعني، لانه انت مثل ما قلت من شوي اوريدي اصلا عندك الخطط لحتى كيف فينا أكيد نقويها وكيف فينا. مش بس نقويها، نقويها ونقدر نحن ما نعتمد على مثل ما الموازنة قلت اللي بتعطينا، السبونسرز والاساس ايه، اللي بيعطى. وحتى الموازنة اللي نحن بنعتمد عليها من الدولة ما نقدر بس هي تكون عم بس هاي اللي عم نعتمد عليها. نحن نقدر نكون عم نجيب للدولة مصاري، ونقدر من هيدا البارت قد ما بنجيب، وانا بأكد لك البروجرامات الشغلانة رح يفوت اماونتس كثير كبيرة على الدولة من وراء وزارة الشباب والرياضة. انا باخذ بارت منها لتنمية بس المنتخبات، استلم كل شيء في منتخبات، عم نحكي سباحة، ألعاب فردية، ألعاب جماعية، نقدر نحسنها بمدربين ليفل عالي ليقدروا نحن نمثل برا يعني ان شاء ما بقى يعني، يا ريت. هي الافكار كلها إن كتير شاء حلوه، الله. بس ما بدنا نشوف شيء ما بقلبه فساد ان شاء إن الله. شاء الله إن شاء الله. فادي حاعطيك كذا اسم لاشخاص قطعوا بحياتك، إيه اذا فيك توصف لي كل واحد بكلمه. أوكي. انطوان شويري، بي الي بي مشنطف، خي غسان سركيس. كلمة واحدة إذا فيك، إذا كلمتين مش مشكلة، بس إذا فيك كلمة. يعني خي وبي مع بعض عائلة أوكي. إذا بدك. إذا محمد آشا. خي الله يرحمه، الله يرحمه. روني فهد. عائلة فؤاد أبو شقرة. عائلة وليد دمياطي. صديق وكمان صديق كتير قريب لإلي وبعتبره مثل خيي الكبير. اسماعيل احمد. اسماعيل أول شيء ليجند وخي اوكي. أسطورة. اخر اسم وائل عرقجي. هوب امل. على حسابك على انستغرام فادي من 5 ايام دعيت الناس يظهروا من الطائفيه والتبعيه والاحزاب بفيديو نزلته، وقلت انت انه الله خصوصي انه الناس ما بقى معها لا تاكل ولا تشرب والوضع بلبنان كارثي.
ما بتحس حالك يعني متفائل زيادة عن اللزوم، خصوصي بموضوع يعني تعرف انت بس تحز المحظوظية الكل يعني للأسف أكيد. مجموعة بتروح لكل واللي فريق سياسي أو طائفة لإله. واليوم صارت يعني بتشوف اليوم، إذا بدي أحسب، إذا بدي أقول لك الطائفة السنية شو عم بيصير فيها بين صراعات، وبتشوف إنه عن جد شو عم بيصير بهال definitely لما تحك العصب الطائفي كله رح يرجع للطائفي. للأسف فاهم. نحن شغلتنا to spread awareness، نقدر نعمل نبعث التوعية للجنريشن الصغيرة، مش للجنريشن القديمة اللي هي متشبصة برأيها، أو الجنريشن تبعيتنا، للشباب الجداد اليوم. للشباب الجديد، إنه هيدا ما حيقدر يوصلنا لمحل. ليك قرار لبنان قرار دولي، نحن بدنا نضلنا ندعي للتفاؤل، بدنا نضلنا ندعي إنه لو قدرنا نكسب 5% بس، على القليلة هال5% عم ببلشوا يرجعوا يكتروا 6% و7%. عم بكون كتير متفائل؟ ايه بدي اكون متفائل، لانه هيدا هو الحل الوحيد. لا الزعيم رح يطعميني، ولا الزعيم رح يخليني ربي عائلتي، ولا الزعيم رح يتطلع فيي وقت اوقع، ولا الزعيم رح يتطلع فيي وقت انزل اكل من الزبالة، ولا الزعيم رح يتطلع فيي لما ضوي شمعة ما يكون عندي كهرباء بالبيت. هول الزعماء عندهم حياتهم وعندهم معتقداتهم وعندهم اذا بدك الاجنده تبعيتهم، نحن بالنسبه لهم اداه ليقدروا يوصلوا هن للكراسي اللي هن واصلين فيها. هن نحن بالنسبه لهم عم بيجوعوا العالم ليقدروا يقولوا بعدين نحن ما قلنا غيركم، تعوا شلونا. هيدي بارت من السياسه، وهيدي بارت من جوع لتقدر انت تستفيد. تسيطر على الناس. مزبوط. مشان هيك نحن قد ما فينا بندعي لعدم التبعية ولعدم التحزيب، لأنه البلد ما بقى يحمل. يعني عم نشوف نحن شو عم بيصير فينا 30 و40 سنة لورا، وصلنا لمرحلة زلمة ومرته حبلة واقفين على الزبالة تحت عم بيبرموا لياكلوا، كل مرة بتطلع على الفيديو فيه ببكي. يعني نحن لوين وصلنا؟ إنه عن جد ليك دمعت، عن جد واحد مرة ورجال حد بعض، مرته حبلة عم بيفتش لها بزبالة لتاكل ليقدر يطعمي ويغذي ابنه. يعني للأسف ما بعرف وين رايحين، ما بعرف هالعالم قد ايه رح تضلها ماشي بهيدا اذا بدك اللي هن عايشين بكون تاني، وعايشين بدنيا تانية، وعايشين انه نحن هول الزعماء رح يوصلوا نهار يقدروا يعيشونا، ولا نهار رح يعيشونا، هول رح يفقرونا وفقرونا. يعني انت رغم انك عارف انه البرسنتج تبع الناس يمكن اللي هي ما انا تابعه كثير قليل، عم تستخدم البوزيتيفيتي لحتى قد ما فيك يعني مثل تعطي صوره ايجابيه او تشد الناس. أكيد أكيد. هسألك، مين بنظرك، ما بدي اياك تقول لي كلهم يعني كلهم، مين أوكي. بنظرك السياسي الاكثر فسادا في لبنان؟ واو او سبقني باس دغري. واو، لا ما بسبق بس. كل الأحزاب، بدي ما أسأل في there is no، ما بتقدر تعطي اسم أكثر فسادا. كل ما هني اللي كان غير، يعني إذا بدي أعطيك اسم بدي يكون عم بظلم الثاني، كلهم اللي فقرونا. يعني من ليك كل، ما بتشيل حدا، ما بتستثني ليك حدا. أنا بتعرف شو أكثر شيء بيضايقني؟ شو إنه لما السياسية بيطلعوا بيقولوا إنه نحن بدنا نحارب الفساد ونحن بدنا نحارب اللي سرقوا، شو عم تعملوا؟ ما فهمت شو عم بتحاولوا تقولوا للناس؟ شو عم بتحاولوا تقولوا؟ عم تطلعوا تقولوا إنه أنتم بتحاربوا الفساد؟ ما كلكم يا اخي، اذا انتم منكم كنتوا بالحكومه من 30 سنه لتاريخ اليوم، للي وصلت فيه البلد لليوم، ليه ما تركتوا وفليتوا؟ ليه شاركتوا؟ بتعتبرها هاي فادي انه هاي وقاحة، ولا هيدي انه هن عم بيكذبوا على جمهورهم؟ وقاحه وعم بيكذبوا الاثنين. الاثنين. ما بصدق ولا واحد منهم، ولا رح صدق. كل شارك بالفساد، وكل شارك بالمناقصات، والكل شارك بمحاربه الشعب اللبناني وتجويع الشعب اللبناني. طيب فادي، شفنا الثورة صار لكذا شهر وطلعت بطلعات ونزلات، بشو أخطأ الثوار بنظرك لحتى الثورة خف رهجة؟ عم بحكي قبل الكورونا. أول شيء عطت فرصة، يمكن شوي بارت كتير كبير عطى فرصة للحكومة الجديدة، بارت العالم جاعت وخلص، يعني ما بعرف وين كلنا رايحين وين عم نروح.
ثلاثة صار فيها طابور خامس فات يمكن على الخط دسين. definitely. أربعة في أشغال، في ناس بدها تاكل وتشرب، عرفت؟ الجوع الجوع بيوجع، يعني العالم صارت تقول أنا إذا بدي أترك شغلي وأنزل على الشارع عم ابني ما حياكل. أولويات يعني رغم الوجع. اكزاكتلي. رغم الوجع العالم كله موجوعة، بأكد لك أنا، يعني العالم كله موجوعة. بنفس الوقت عرفوا كيف يقطفوها. إن شاء بتعتقد الله هلأ الحكومة حترجع تقوى؟ شو؟ بتعتبر هلأ الثورة مش الحكومة، الثورة؟ إذا بيرجع بيفتح البلد، أنا بأكد لك إنه الثورة رح تقوى، والجرائم رح تكثر، والجوع رح تشوفه على الطرقات. اوكي يعني هلأ بعدها مضبوطة لأنه البلد مسكرة، لأنه العالم ما عم تروح على أشغالها. قابلين نحن على كارثة. أكيد إذا ما كان في خطة واضحة لإنهاض البلد عندك أمل بهالحكومة؟ ليك الحكومة ما حتقدم متأخر، بدك تشوف التسوية الخطة، الخارجية. من برا يعني قصدك؟ ايه التسوية الخارجية ما نضحك على بعضنا، نضلنا نحط خطط اقتصادية. نحن فينا نحسن، 10% 20% باللي نحن، وما حدا يطلع يقول غير هيك، ولا حدا يطلع يقول لا مش مزبوط، لا مزبوط. وانت راكب محلك لانه في تسوية او في اسم نازل ومتوافق عليه انه انت تجي. مشان ما نعمل ابطال الزيادة انه نحن لا، نحن ما بنقبل ونحن جايين لحالنا مستقلين، لا مش مستقل. المهم اذا ما في خط، نحن فينا نفيد ونطلع، نقدر الحكومة تعمل تو جنريت، تطلع مصاري للبلد من internally ايه. بس هل هالشي بسكر لك عجزك ويسكر لك دينك العام ويسكر لك كل امور السندات؟ لا، لا بدك دعم خارجي لتقدر تسكر هيدا الشيء. الدعم الخارجي اكيد في صراع ايراني امريكاني على المنطقه كله، كل العالم تعرفه قبل ما يصير في تسويه. وبعتقد انا في طبخه بس ما بعرف شو هي. قبل ما يكون في تسويه ما حيكون في شيء حيتحسن. اذا بدك حتتحسن يمكن 30 20 30% بالمشروع الاقتصادي اللي مطروح، بس انت تنهض بالبلد مزبوط بدك بدك تسوية تسوية خارجية، خارجية. أكيد مثل ما قلت. فادي بدي فوت على الاكتيفيزم، رح اسألك اي متى قررت تصير او تفرجي الناس انه انت اكتيفيست، الاكتيفيست يلي جواتك، لانه مؤخرا عم اشوفك كثير ناشط اجتماعيا وانسانيا. فهل انت من زمان هيك وما كنت من اصلا زمان يعني تنشر هذا الشيء وتعمل بروموشن لهذا الشيء؟ ليك أنا من زمان هيك. سوشيال ميديا definitely اتطورت، السوشيال ميديا صارت تضوي. نحن بنستعمل السوشيال ميديا لغاية، مش انه نحن نعلم انشاء الماء ابدا. نحن بنستعمل السوشيال ميديا لنقدر نكسب دعم قد ما فينا، لنقدر ندعم. يعني البار تبع ال 10452 التبرعات الحصص اللي عملناها الغذائية مع بالجمعية جمعية بنين بنين. definitely، اللي هو انا عضو بجمعية بنين، عملناها وضوينا عليها لسبب واحد بس، لنقدر نجيب سبورت من العالم، لنقدر نجيب تبرعات من العالم، ونقدر نضلنا عم ندعم. لانه انت بتعرف هذه ازمه طويله، مش بس انه عم توزع حصه تأدي شهر. نحن الحمد لله حصصنا اللي عم نوزعها لكل عائله تقدر تكفي شهر، مش يوم ويومين. فلنضلنا مستمرين بدك تضلك تضوي عليها انت، وتدعي العالم قد ما فيك، وتفرج العالم نحن شو عم نعمل، لنقدر توثق العالم وتعرف انه انت مظبوط كريديبل. نحن هالدولار اللي عم نعطيك اياه او هالالف اللي عم نعطيك اياها، نقدر نحن نعرف انه رايحه مظبوط للعيال، لا اكثر ولا اقل. مش لانه انا بدي ضوي عليها، نحن بنعمل هالشيء من زمان، بس نحن هلا صارت السوشيال ميديا تطورت وانت بتعرف هيدا الشيء. يعني شوف كنا بعصر ما اللي عم نعمله انا وياك، هلا ما كان شيء، ما كان ما كان موجود، موجود، صح. هلا ليك وين صرنا. فلتشوف قد ايه السوشيال ميديا بتطور وقد ايه عم بتطور، فلا اكثر ولا اقل. بس انت عم تستخدمها فادي بهالطريقه. يعني بدي اسالك هلا، انت شو رايك بالناس اللي يمكن عندهم انفلونس بعد اكبر من الانفلونس تبعك وما عم يستخدموا السوشيال ميديا، يعني بطريقه انت عم تستخدمها بطريقه نافعه، يعني بطريقه على القليله انه بتحط الرقم تبع بنين، بتقول يلي حدا بده يتبرع. شو رايك بالاستخدام السيء للسوشيال ميديا من ناس عن جد مؤثرين؟
جدا غلط، وهيدي اذا بدك عم بيضيعوا الرأي العام وعم بيضيعوا الشعب وعم بي وكثير في اشخاص انا بعرفهم عم بيستخدموا السوشيال ميديا بطريقة غلط. شوي من البوزيتيفيتي ونفرجي العالم قد ايه نحن سبورتيف. غلط وكليا غلط. بعتقد ما عندهم حس، عم بيتعاطوا مع هذا الموضوع تو بروموت اللي هن بدهم اياه، اللي هو اكيد ما بيقدم ولا بيأخر للشعب اللبناني حاليا. اوكي فادي، عملت كتير دعايات بحياتك، ان كان تلفزي او ان كان على الطرقات يعني. اذا في شي وحده منهم بتقول يا ريت ما عملتها، ولا كل شي عملته عن قناعه؟ لا، في هوليك القديمين مهضومين، لانه في مره عملت دعايه سوني اوكي ونزلت على هيدي، عم بحكيك بالتقريبا 99 او 2000، بال2000 او 99، اوكي ونزلت على الهيدا انا وعم بعمل دريبل والراديو السوني حدي، كانت مهضومه، بس انه يمكن هلا ما برجع بعيدها. اوكي لا لا بالبدايات يمكن او بفتره قديمه. سؤال عائلي، ليش بيقولوا انه جود المفضل عندك؟ مزبوط، لانه ليش؟ ليش؟ ليك جود علقني فيه هو وانا تعلقت فيه ببدايته بصغره. يعني جود تعرض لعارض صحي اول ما خلق، ضلوا فتره بالمستشفى، كنت انا عم بتواجد كل ليل نهار معه، يعني كنت عم بفيق بالليل نزل مشان اعطيه الحليب، وما كنت الا انا اعطيه شربه الحليب. صار فيها الكونكشن، يعني انزل كل 3 ساعات في انزل اعطيه الحليب، ارجع على البيت ارجع فيه، عرفت، 3 الصبح، 6 الصبح، 9 نضلنا معه لتاني نهار، ترجع هنا على البيت وكفي انا نفس الروتين. صار فيها الكيمستري، تعلقت فيه كتير، وهو اذا بدك عارف كيف يسحبني لعنده مع اخواته، مع انه هليك يعني الجهاد بيعرفوا العالم قد ايه قريب لإلي، وهادي قد ايه قريب لإلي، بس انه على طول في واحد هذا تعرف اللي اذا بيقول لك شيء ما فيك تقول لا. يعني عارف، بيعرف كيف بيوصل ايه، دغري دغري واصل اصلا لقلبك. دغري. قبل ما افوت على اسئله الناس، بكره ضيفتي باسكال مشعلاني الفنانه، اذا بدك تسالها سؤال شو بتسالها؟ اول شيء ليه بعدت، يعني مؤخرا ما كثير عم نشوف باسكال، مع انه انا كثير بحبها لباسكال، بس مؤخرا ما عم بشوفها مثل ما اكتف كنا نشوفها قبل. وبلس شو رأيك عن اللي عم بيصير بالبلد؟ اوكي رح بلش بالاسئله. في عندي سؤال، هل جهاد الخطيب فيوتشر لاعب؟ فيوتشر احسن من فادي اف بكتير. يس، هل قد سوبر هل قد قوي؟ سوبر تالنتد. اول شيء اطول مني، هلا هو مترين واثنين، عمره 14 سنة، مترين واثنين ما شاء الله، ما شاء الله. وهيز ليفتي وفيري تالنتد، فيري 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 تالنتد. يعني بتلاقي انه عنده مستقبل ان شاء الله هو مشرق يعني. ما ايه باكد لك ايه، مش بلبنان اكيد، اوكي يعني هلا لما تفتح طالبينه لبرا، فرح يكون وانت برا. بتدعمه بانه يكون برات لبنان. اول ان اوكي في حدا عم يسألك، بتفكر انك تشارك بدانسينج وذ ستارز؟ ابدا. 2 سيزون قالوا لي شارك، بس اكيد ما، يعني تخيلت حالي عم بصحت، ما بعرف ليه، اول ما عرضوا علي فتخيلت حالي عم بصحت بالوقت العرض، فما قدرت، مش انا. طب بتشارك بشو اسمه سيلبرتي دواتس يا جماعة؟ عرضوا كمان باول كمان سيزون، بس قلت لهم ليك، قلت لهم انا وعم بتحمم صوتي بعقد، بس لما اظهر من الحمام وحكيتها هاي، قلت لهم مره فكرت، لا بتعرف انت واحد لما يكون عم يتحمم بفكر عن جد صوته حلو، فبيصير يجود. رحت جبت المايك الكاراوكي وحطيته على التلفزيون انه انا عن جد بدي اغني، لما هنا سجلت لي من ورا بدون ما اعرف انا كيف عم بغني،
من وقت ما استعملتها يعني، عرفت قديه شنيع وقديه ما لازم اكمش اول شيء اسمه مايك. فاكيد لا. بس هي اللي عامل لك ليش هالموضوع، لان انا لغايه انسانيه وكونك انت يعني شخص انساني لا بطبعك. امبلا، بس ما بنفس الوقت يعني ما بدك تطلع خلاص ما بدك تطلع صوت نشاز اوتك يعني. اوكي هلا كان في سؤال شايف هون. ليلى حبيبتي، شايف ليلى I love you، بحبها كثير لشايف ليلى، وكل يوم انا وصايم بقعد بتفرج على اكلاتها وبتذبحني. هلا في لو كان ايه لو كنت وزير الرياضة شو أول قرار بتاخده؟ نقل المدينة الرياضية، كيف؟ ريستراكشر كل العامل، ريستراكشر للمدينة كلها. أنا from A to Z عامل مشروع ببكي 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 كلش، يعني أغلبية المحل ما بدها تكون المدينة رح ينزلوا عليها ليستفيدوا كل الشعب اللبناني منها. لا تصير لأنه نحن تستخدم يعني ما بنستخدمها. إيه definitely 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 definitely. في مرام عم تسألك كيف توصف صداقتك بملحم زين؟ عائلة، صديق وقريب وحبيبي وخي، والتنين عنا رح شوفوا التنين على الساعة 5. ملحم الأشخاص اللي دعموا الحملة كمان، وحملة بنين، ويعني كتير قريب لملحم، بحبه كتير، وعائلته عائلتي وعائلتي عائلته. اوكي في سؤال، كوبي ولا ليبرون؟ كوبي كوبي ايه. اسرع انسان فادي بالاجابات، احلى شيء هيدا. اوكي صريح. فيفرت صريح 100%. فيفرت ان بي اي بلاير جاوبت. مين برايك حاليا افضل لاعب؟ جاوبت برضه. ورايك بالثوره؟ جاوبت. مين اكثر لاعب حبيت اللعب معه؟ مين اكثر لاعب كرهت اللعب معه؟ أكثر لاعب حبيت اللعب معه إذا بدك من القديم، إليم شانتاف، اوكي روني فهد، إسماعيل أحمد كتير بالبارت الجديد، علي حيدر، وائل العراقجي بمحل ما، في كتير لعيبة يعني عن جد حبيت ألعب معه. اللعيب اللي ما حبيت ألعب معه وقتها كنت بأوكرانيا عم بلعب بأوروبا، في لعيب أمريكي ما طقت أقدر ألعب معه أبداً. شو مين شو اسمه؟ روجر بس ناسي شو عائلته، ومع انه كنا عم نعمل سيزن بعقد انا وياه، بس بالنهايه يعني كاركتيره والاتيتيود تبعه تجاه الفريق كان جدا ما عالي قدرت تتحمله. ابدا، نينار مش عم انا كل تسألك، اللعيبه. اوكي نينار عم تسألك شو رأيك بميشيل ماندلي؟ حبيبي ميشو رمز يعني ليجند، اسطوره بسوريا وبالوطن العربي وباسيا، فبحبه كثير لميشيل، وون اوف ذا بيست بلايرز يعني اللي مرقوا على تاريخ الوطن العربي. اوكي راح اختم معك بسؤال حتى نكون عم نختم عم نضحك. شو اكثر موقف مضحك بتتذكره صار معك بجيم؟ أكثر موقف مضحك صار معي بجيم، رح أعطيك اثنين. مرة كنت مرة عمل لي تشينج، فطلعت اوكي لبرا الملعب. لما طلعت برا الملعب كنت محمس ومضايق بدي أرجع فوت، هلا دغري لبست السويتشيرت أنا وقعدت. الكوتش بعد دقيقتين ثلاثة قال لي ارجع فوت، ففتت قعدت على التشينج وصار التشينج وفتت، وفايت انا بكل ثقة المنشفة على رقبتي ولابس سويت شيرت، وبعد نسيت بنص الملعب، فطلع فيها الحكم هيك قال لي فادي لابس ثيابك بعد. فالجمهور اكيد كله كان عم بيضحك، وهذا انه نوعا ما لانه ما كثير بيصيروا معنا مواقف مهضومة. موقف ثاني لما كنا عم نلعب بجيم المتحد، وبتعرف انت بملعب المتحد صغير والجمهور بيكون دغري يعني كتير قريب. اللاين الاوت، الجمهور ماشي ما في 30 سنتي يعني وراك، فصار في طابه طلعت على الاوت ونحن اخذينا، صفر الحكم، راح الحكم عم بشوف طابه الحكام، انا سندت على الجمهور، والجمهور كان يعني حاطين الصوره، الجمهور اذا بدك فوقي
على صفير وعلى يعني مش استفزاز بس عم بجربوا تو تيز يزركونك. لقدر مجو الجيم. ايه وانا قاعد هيك مش عم بسمع يعني، عرفت؟ فلما رجعت عم بفرجوني اياها على الصوره، ضحكت كثير لانه كانت فيري فاني انه وانا من الاشخاص لما اكون بالجيم بكون عن جد مركز، ما عم بسمع شو عم بيصير برا الملعب طب يعني، بطلع تفصل من على الجيم. الاخر. ايه بيقولوا لي اصحابي او بيقولوا لي هذا انه ولو اليوم ليه هالقد سبسبوك، بقول لهم صدقوا ما سمعت شيء ابدا. ايه فهذه هذه هيك طريفه صارت. اوكي، للاسف يعني فادي خلصنا، شطحنا 20 دقيقه زياده. ايه ان شاء الله تكون كانت انترفيو حلوه، انا كثير حبيبي انبسطت فيها بتعقد، صراحه، وانا كمان I was و looking forward. انا كثير بتابعك ثانك يو بحضر لك your lives، مهضومين كتير كتير، ثانك اسئلتك يو حلوين والبروجرام حلو، keep it up. ثانك يو ثانك والعالم يو يعني بدهم ناس مثلك ل to motivate هيك شوي، يدهروهم من جو الروتين، motivate them. الاشخاص عم تستقبلهم كتير مهضومين. good luck و it was a pleasure. ثانك يو. انا كمان كثير صريح، كثير كانوا اجوبتك يعني صريحه، نتمنى انه حبيبي عن جد اللي عم تقوله يصير، ونشوفك بيوم من إن شاء الايام الله، بالوزاره، لانه كليرلي عندك خطط يعني عن جد بتساعد الكل وبتساعد إن شاء الله هذا بإذن القطاع الله يلي للاسف مهمش. ثانك يو لكل بإذن الناس يلي الله. بعتوا اسئله. بكره ضيفتي باسكال مشعلاني. ميرسي عن جديد فادي، Thank you وتصبحوا على زنجان، خير. تصبحوا خير، مع الله. باي باي.